أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البداية بانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث حصل المرشح الوحيد شرف الدين عمارة على 75 صوتا من أصل 88 معبر عنها خلال أشغال الجمعية العامة التي جرت سهرة أمس بفندق الشيراتون بالعاصمة. هذا وصوت 12 عضوا ضد المرشح الوحيد. طارق بوفليح حضر الأشغال وأعد التقرير الموالي. 75 ولا 13 في غالبية الأصوات نال شرف الدين عمارة شرف رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. جمعية عامة انتخابية منحت المترشح الوحيد 75 صوتا من أصل 88 ليصبح الرئيس رقم 26 للاتحادية التي تأسست عام 63900. عمارة الذي قدم مشروعا وصف بالطموح من قبل المنتخبين أبدى ارتياحه من جهة من الثقة التي نالها، ومن جهة أخرى أشار إلى ثقل المسؤولية والملفات التي تنتظره. جمعية 15 أفريل، ورغم كل ما قيل قبلها جرت في ظروف أقل ما يقال عنها هادئة إجماع حتى قبل الانتخاب تخللته فواصل وهوامش حملت تساؤلات عديدة أهمها فحوى التغيير الذي سيجلبه الرئيس الجديد، وهو المنطلق الذي يعتزم رئيس مجلس إدارة شباب الوزداد الشروع فيه منذ البداية، بما أن الوضع لا يحتمل التأخير أكثر. عهدة جديدة وصفحة تطوى لتفتح باب آفاق يتطلع أن تحمل نهاية دوامة مشاكل عكرت صفو اللعبة الأكثر شعبية، بما أن الإجماع الوحيد المحقق حاليا هو المنتخب الوطني الأول، لتعلق الآمال على الرجل الناجح تسييريا في بيت الشباب وخارجه، وهو ما ستكشف عنه الأربع سنوات القادمة. عقب نهاية الأشغال اقترب الزميل سفيان مهني من بعض أعضاء الجمعية العامة ورصد هذه الانطباعات. تكون كل مجهودات منكبة حول إعادة النظر في كل خاصة من القوانين التشريعية التي تربط القوانين الأساسية الرابطات وكذلك نظام المنافسة وغير ذلك من الأمور الأساسية اللي تخليك تنهض بكرة القدم، مرورا بأمور أخرى مراحل أخرى وهي فيما يخص المرافقة خاصة الكرة الهواة من ناحية المالية، لأن قناعة لنا أن لابد لما تكونش مرافقة من ناحية المرافق الرياضية والتمويل على كرة الهواة مستحيل أن كرة القدم الجزائرية تتقدم. أستعد لتقديم كل ما بإمكاني من خبرة ومن اكسبيريونس يعني تجربة وحب لهذا هذه الرياضة هذه، نظن بلي اعتبر نفسي قادر على تقديم مساعدة وآراء يعني هامة ومفيدة باش نقدروا نطوروا كرة القدم خاصة كرة القدم القاعدية. هو برنامج طموح، برنامج أقول عليه عالمي، إذا ما جسد، إذا ما يعني كان هذا البرنامج
يعني مجسد في على في الواقع، ولو يعني 50-60% نظن نقول هذا يعني برنامج يخرج كرة القدم الجزائرية من المشاكل اللي راهي عايشته كرة القدم الجزائرية، من احتراف، من كرة قدم هاوية، من رابطات، من كثير من المشاكل اللي تعاني منها لعبة كرة القدم. نتمنى من الرئيس الجديد أولا الأخذ بعين الاعتبار مشاكل الفرق، وخاصة الفرق اللي راه تعاني من أمور المالية والمادية، وكذلك نتمنى من الرئيس الجديد فتح آفاق وتغيير، نطلب منه تغيير جذري في كل الميادين، سواء في ميادين التحكيم او في ميدان المشاغل تاع الانشغالات تاع الفرق هذه. الوقت جاء بور افونسي انكور بلوس، ونصحوا الغلطات اللي نداروا من قبل، ونصحوا ونغارديو الحاجه اللي دارت مليحه، اي اون سي داميليوري اكثر في هذه المره. المشروع كيما راك تقول الي امبيسيوم، الي امبيسيو هذا المشروع هذا، ان شاء الله طموح، مشروع طموح ان شاء الله، يعني نتمنوا انه في التطبيق يعني راح يطبقوا هذا المشروع، خاصه يعني انه يعني خلي عندي الباب مفتوح، وين قال ان راح يولي يعني لاعضاء الجمعيه العامه، وين يشرح كيفيه تطبيق هذا المشروع هذا، وين قال ثاني راح يعني يستشير كل الكفاءات اللي كان في عالم كره القدم. شنو نتمنوا انه يعني يستشير كل هذه الكفاءات بدون اقصاء، يعني كل واحد يجيب يعني افكاره. كما أدلى بعض رؤساء الأندية بانطباعاتهم فيما يتعلق بسير الانتخابات وحول الرئيس الجديد والرهانات التي تنتظر المكتب الفيدرالي في العهدة القادمة، وذلك في ميكروفون طارق بوفليح. اللي نتمناوه الحمد لله لاسومبلي عدت في شفافية توتال، وما حرمناكمش من الحضور باش تديروا لاسومبلي تعيشوها انتم، ما تخليوش الناس يقصوا لكم كيف صرات. دونك il vaut mieux passer le message directement منكم يروح للناس اللي تستنى فينا الرياضيين. احنا البيرو هذا نتمناو فيه يسكلف بالكرة القدم الداخليه، ان قوانين كل شرو معفوس. نباركوا للرئيس الجديد يعني رئاسه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، المهمه راح تكون صعبه وصعبه جدا، لان ما يخفلكش الاتحاد حبينا ولا كرهنا الظروف اللي راهي موجوده فيها كره القدم الجزائريه، اللي موجوده فيها الانديه، اللي موجود فيها التكوين في الجزائر، اللي موجود فيها الهياكل، كذلك المنشآت الرياضية، يعني كلها صعوبات كبيرة. أولا أهنئ السيد شرف الدين العمار على انتخابه على رئيس الاتحادية الجزائرية. كنا نتوقع هذا السيناريو، رغم أنني كشخصية كنت أتمنى أن يكون مترشحين أو ثلاثة، كنت أتمنى دماء جديدة، كفاءة جديدة نراها في مكتب الاتحادية الجزائرية، لأن هنالك بعض الكفاءات أنا أعرفهم شخصيا سوف يعطون أكثر قوة لهذه الاتحادية الحساسة في لعب كرة القدم. احنا رانا حضرنا الجمعية العامة وانتخبنا جميعا، لأنه كانت غير قائمة واحدة. احنا نتمنوا له النجاح، راه قدم لنا البرنامج تاعه، احنا غادي نقراوه مليح ونديفلوبيوه، باسكو حنا اون طونك بريزيدون دو كلوب عندنا ما نقولوا، باسكو حنا اللي رانا في الميدان. الرئيس جديد يعني بين المشروع تاعو، ان شاء الله نتمناو له كل توفيق. احنا من الناس اللي نبغيو يعني الكره تاعنا تتطور، اون فو اون بروغريسيون في الفوتبول تاعنا اون طونك كلوب، اي بي اون لوي سويت توت لا ريوسيت في البروغرام تاعو. نهنيوه بالمنصب هذا، و يعني وان شاء الله يكون يعني البرنامج تاعو اللي طرحوا على الاعضاء الجمعيه العامه، يعني نشوف باللي برنامج يعني ثري، ان شاء الله العمل نتاعو يكون على ارض الميدان يكون باين، بيسك راه نشوفوا في حاله الكره الجزائريه يعني حاليا العمل ماهوش سهل. جمعيه عامه فاتت في كل شفافيه، فاتت في ان اورغانيزاسيون الله يبارك، والناس كاع وافقت لا ماجوريتي ابسولي، لا ماجوريتي كبيره، والثقه اللي داروها في ناس تادير غادي يكون عندنا ان موتيف دو موتيفاسيون، ستادير وصرا موتيفي اكثر واكثر.
واش نقول لك اليوم الجمعيه العامه كما شفتوا كاع جازت في ظروف جيده، وين الانتخابات كانت بيان 75-13 للرئيس الجديد. ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي يكون معاهم باش يخدموا. نبارك السيد الرئيس الجديد رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، وبعد ما شفنا البرنامج تاعو برنامج على ما اظن برنامج طموح فيه كل الامور اللي يتمناها اي فريق. نشكر اعضاء الجمعيه العامه اللي صوتوا على هذا الرئيس والمكتب الفيدرالي، ونظن ملي ان شاء الله هذه العهده الثانيه ان شاء الله نصلحوا الاشياء اللي ما كانوش ايجابيه. لازم نكونوا صراحة بلي هناك اشياء سلبيه واشياء ايجابيه، نحسنوا الاشياء الايجابيه وهذوك السلبيات ان شاء الله نسيو نحاولوا باش نصلحوا هذا كل في صالح الكره الجزائريه. بعيدا عن الجمعية العامة وعلى المستطيل الأخضر، يفتتح سهرة اليوم فريق أهلي برج بوعريج وضيفه مولودية وهران منافسة كأس الرابطة بمواجهة أولى يحتضنها ملعب 20 أوت بالبرج لحساب الدور التمهيدي الأول. سيكون فيها الفريقان أمام مهمة الفوز لتعزيز حظوظهما في التأهل إلى الدور المقبل. يوسف رزيق والتفاصيل. شرف افتتاح كأس الرابطة سيكون لفريقي أهلي برج بوعريريج ومولودية وهران في النسخة الجديدة من هذه المنافسة التي أطلقت استثناء هذا الموسم لتعويض كأس الجزائر الملغاة بسبب وباء كورونا. وسيحاول نادي أهلي برج بوعريريج متديل ترتيب بطولة الرابطة الأولى برصيد 5 نقاط، وضع حد لسلسلة النتائج السلبية التي لازمته هذا الموسم، حيث لم يستطع الفريق تحقيق أي فوز في الرابطة المحترفة، لكنه أحرج النادي المنافس مولودية وهران عندما حل عليه ضيفا في البطولة وتقدم في النتيجة إلى آخر أنفاس المباراة التي عدلت فيها المولودية الوهرانية. المولودية التي تحقق نتائج إيجابية هذا الموسم تحت قيادة مدربها خير الدين مضوي الذي يأمل في استنساخ تلك النتائج والذهاب بعيدا في كأس الرابطة. مولودية وهران تحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام بفارق 3 نقاط عن المتصدر. مباراة أهلي برج بوعريريج مولودية وهران ستلعب بأهداف متباينة، فالأهلي سيخوضها من أجل حفظ ماء الوجه والتعويض عن سلبية نتائج البطولة، فيما تسعى مولودية وهران تأكيد تألقها هذا الموسم والذهاب بعيدا لاقتطاع التأشيرة المؤهلة للمنافسة القارية. فالمتوج بكأس الرابطة سيتشرف بتمثيل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية السنة المقبلة. في بطولة الرابطة المحترفة الآن، دعم وفاق وسطيف صدارته إثر فوزه على الضيف شبيبة القبائل بهدف وحيد في المباراة المؤجلة عن الجولة 17 والتي جرت على ملعب 8 ماي 45. الهدف الوحيد للوفاق سجله اللاعب بكاكشي في الدقيقة 60 من الشوط الثاني. نتابع أبرز لحظات المباراة بتعليق محمد صالح بوسكر. خضيرية في حراس المرمى كالعادة، الحارس اللي يلعب تقريب كل مقابلات كأساسي مع وفاق سيف دباريف، وصافرة الانطلاقة بصافرة الحكم أعراب دباري أرضية ناحية عمورة ممتازة لرافيق داخل منطقة العمل الهدف الأولى. ممتازة الفكرة ولكن بعيدة، تمريرة كانت ثنائية، تمريرة كانت ذكية جدا من عمورة، راح يرفع يفض لها أرضية ثم مرفوعة والهدف الأول. كاد يكون الهدف الأول من عمورة، لعبة جماعية تمريرة بين عناصر الوفاق، وفي الأخير كرة من عمورة انتظار صعود زملاو، تصل الكرة لأوقاسي تعاود ترجع لطوبال مرة أخرى، تبقى للشبيبة مرفوعة داخل منطقة العمليات الرأسية والحكم يقول في خطأ، رفيق طلب الكرة يوصلها له هذه المرة، هل ستكون العرضية بالفعل؟ كرة مرفوعة الرأسية من عمورة لم يضرب الكرة كما ينبغي، عليه في بناء اللعب الهجوم، الكرة مرفوعة داخل منطقة العمليات ناحية قندوسي، قندوسي يرفعها والحارس قراءة جيدة من بنبوط،
امام مدافع شبيبه القبائل، يمر امام كروم داخل منطقه العمل السعيدي في سلسله من المراوغات، هل يسدد وتدخل الدفاع تصطدم بالجدار الركنيه والقائمه الثانيه الراسيه مسعدي، الهدف الاول للانفاق، الانفاق يسجل الهدف الاول، تمكن من الوصول الى منطقه الحارس بنبوط او مرمى الحارس بنبوط. ربع ساعه من المرحله الثانيه الوفاق يتمكن من توقيع الهدف الاول لهذا غموم. دغموم يغطي كورتو، دغموم داخل منطقه العام، دغموم يرفع كورتو، المتابعه من قراوي وفوق الاطار وامام المساحه حتى ما يتركلوش المجال للتحرك، هذه المره عن طريق بن سعيد داخل منطقه العمل. ماذا يقول الحكم؟ يترك اللعب يتواصل، الحكم يترك اللعب يتواصل في الوقت اللي عناصر الشبيبة يطالبون بخطا داخل منطقة العمليات. فرصة أمام الشبيبة، فرصة أمام الشبيبة، كرة ما تمرش، وغديرية ممتاز وضعت فرصة، فرصة سانحة، والحكم بعدها مباشرة أعراب يعلن عن نهاية المباراة بتفوق فريق وفاق سطيف بهدف مقابل أمام فريق شبيبة القبائل. وفي مباراة مؤجلة أخرى عن الرابطة المحترفة، يحل في هذه الأثناء شباب الوزداد ضيفا ثقيلا على نجم مقرى ضمن تسوية الجولة 14، وتشير نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي في انتظار ما ستسفر عنه النتيجة النهائية لهذه المباراة. ولحساب الجولة ذاتها يستضيف شبيبة سكيكدا في هذه الأثناء كذلك فريق مولودية الجزائر بملعب 20 أوت في مباراة يريدها المحليون لإيقاف سلسلة من 8 هزائم متتالية، بينما لا يرغب أبناء بابلواد أن يتنازلوا عن نقاطها للعودة إلى المراتب الأولى. وتشير النتيجة كذلك إلى التعادل دون أهداف في المرحلة الثانية. نتابع وإياكم الآن مشاهدينا برنامج بقية المباريات المتأخرة عن مرحلة الذهاب من البطولة الوطنية المحترفة في الجدول الموالي. تنطلق غدا السبت المرحلة الثانية من بطولة القسم الثاني الهواة بلعب الجولة 12 التي تشهد العديد من المباريات المثيرة، وإليكم البرنامج الكامل في الجدول التالي. عاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المدرب المستقيل من اتحاد الحراش جمال مناد بعدم ممارسة أي نشاط لمدة 6 أشهر، 3 منها نافذة على خلفية ما وصفته بالتصرف غير الرياضي خلال ممارسة مهامه في مباراة رسمية. وأوضحت الرابطة أن هذه التصرفات هي الثانية لمناد بعد تلك التي قام بها في مباراة فريقه أمام أمل بوسعادة يوم 19 فبراير الماضي. بعيدا عن كرة القدم، فاز جمال تعزيبت بعهدة جديدة على رأس الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية بعد حصوله على 21 صوتا خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت اليوم بمقر اللجنة الأولمبية بابن عكنون. الإشغال حضرتها نسرين شبوط ولخصتها في التالي. المولى عز وجل انتهت أشغال الجمعية العامة للفنون القتالية بفوز جمال تعزيبت برئاسة الاتحادية لعهدة ثالثة بعد تحصله على 21 صوتا خلال الجمعية الانتخابية التي جرت أشغالها باللجنة الأولمبية الجزائرية بابن عكنون.
جمعية شهدت حضور 24 عضوا من أصل 30 ليعيدوا انتخاب المترشح الوحيد جمال تعزيبت مسؤولا على رأس الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية. احنا كنا كما قلت ذكرت كنا عملنا عهدتين وكانت اثمرت بتاسيس 6 اتحاديات مستقله من هذه الاتحاديه زي الفنون القتاليه اغلبها يقول لك العائله الكبيره الدار الكبيره. تمكنا من تاهيل 8 اختصاصات للجان وطنيه كي نقولوا لجنه وطنيه تقنيه، يعني يقدروا يكون عندهم فريق وطني، يقدر يكون عندهم بطوله وطنيه. احنا عمل على هيكله ويعني تقويه هذه اللجان وهذه الرياضات، وهذه كيف راح تكون هذه الثمار تاعها، يعني بزياده الممارسه عدد الممارسين على المستوى المحلي ومستوى الولايات. اما بالنسبه لاعضاء المكتب التنفيذي فجمال تعزيبت حافظ على اعضائه 10. رئيس الاتحاديه للفنون القتاليه سيواصل مشواره خلال العهدة الأولمبية الجديدة، حيث سيستكمل برنامجه المسطر خدمة لهذه الرياضة وتطويرها. في المبارزة الآن عاد المنتخب الوطني اليوم للأشبال والأواسط اليوم إلى أرض الوطن قادما من العاصمة المصرية القاهرة بعد مشاركته في البطولة العالمية، حيث حقق نتائج مرضية ارتقى بها المبارزون في الترتيب العالمي. هذا وستعود العناصر الوطنية إلى القاهرة للمشاركة في دورة دولية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بداية من 23 من هذا الشهر. في كرة السلة قررت وزارة الشباب والرياضة إعادة عقد الجمعية العامة الانتخابية إثر الطعن الذي تقدم به أعضاء من الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية. وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن لجنة الطعون وافقت على تجاوزات وخروقات خلال أشغال الجمعية الانتخابية السابقة، وهو ما يستوجب إعادة استدعاء الجمعية الانتخابية للانعقاد في وقت لاحق. في تحضيرات الألعاب المتوسطية وهران 2021 انطلقت أمس التجارب الأولى لتشغيل الأضواء الكاشفة بالملعب الأولمبي الجديد الذي تشرف الأشغال به على الانتهاء. طه شعبان كان حاضرا بالملعب وبعث بالتقرير الموالي الذي سنعود إليه في مواعيدنا اللاحقة. وفي أخبارنا الدولية مشاهدينا، وتحسبا ليورو 2021 قررت الحكومة الإيطالية السماح بدخول الجماهير بشكل جزئي بداية من مباراة الافتتاح التي تجمع منتخب البلد المستضيف إيطاليا بنظيره التركي على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما. لبنى برويس معها التفاصيل. ملعب الأولمبيكو بروما سيكون مسرحا لموقعة الافتتاح بين إيطاليا وتركيا، والتي ستكون يوم 11 جوان المقبل، إضافة إلى 3 مباريات التي سيخوضها منتخب الأزوري في دور المجموعات فضلا عن مباراة الربع النهائي. الحكومة الإيطالية أبدت موافقتها على حضور جزئي من المشجعين في الملاعب خلال مباريات بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، وهذا بتطبيقها لبروتوكول صحي من أجل ضمان سلامة الجماهير في ظل جائحة فيروس كورونا. نسخة هذا العام من بطولة اليورو ستقام ب 12 مدينة، وستكون العاصمة روما المستضيفة 9 التي تم تأكيد احتضانها للبطولة، فيما لا تزال 3 مدن مهددة بسحب التنظيم وهي بلباو وجبلون، إضافة إلى مدينة ميونخ الألمانية. على بعد 3 أشهر من انطلاقة العرس الأوروبي، العد التنازلي لسماع أهازيج وصيحة الجماهير قد بدأ، ومسرح الأولمبيكو سيكون شاهدا على تلك الأجواء التي اشتاق إليها عشاق الساحرة المستديرة. إلى أخبار الكرة الأوروبية، حيث حسم مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين تأهلهما إلى المربع الذهبي لمسابقة الأوروبا ليج بفوز الأول على حساب غرناطة والثاني على سلافيا براغا تشيكي. وسيلاقي المان يونايتد روما الإيطالي، فيما سيواجه أرسنال فياريال الإسباني في قمتين واعدتين.
عليكم مشاهدينا النتائج الكاملة للدوري ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي في الجدول الموالي. قبل ذلك نستمع لتصريحات ما بعد مباراة مانشستر يونايتد. لنكن متفائلين، كما تعلم عندما تصل إلى نصف النهائي فهذه هي طبيعة اللعبة، فأنت تلعب ضد فرق جيدة. روما ناد رائع له تاريخ كبير وتقاليد كبيرة وبعض اللاعبين الرائعين على مر السنين بالطبع، لكن لازال عندهم الكثير والكثير من اللاعبين الذين نعرفهم جيدا، لذا يجب أن نحسن التعامل معهم. نعلم أنه في نصف النهائي يجب أن تلعب بشكل جيد لأنك تواجه فريقا جيدا. أولا أشكر اللاعبين من أعماق قلبي، لأنني لا أستطيع أن ألومهم على أي شيء، لا بصفة فردية ولا كفريق. أعتقد أن ما افتقدناه هو الفعالية، وأننا كنا نستحق التسجيل اليوم وفي المباراة الأولى. الميزة التي يتمتع بها اللاعبون هي أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون مواجهة فريق مثل اليونايتد، والذي لا يمكن مقارنته إلا بفريقنا من حيث روح الفريق والقيم وكل هذه الأشياء التي لا يمكن شراؤها بالمال. الختام مشاهدينا بطائفة من المختصرات الرياضية العالمية جمعتها لبنى برويس في الورقة التالية. محكمة التحكيم الرياضية قررت تقليص عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء الأمريكي كريستيان كولمان بطل العالم في سباق 100 متر من عامين إلى 18 شهر، ما سيجعله يغيب عن أولمبياد طوكيو الصيف المقبل. العقوبة فرضت على كولمان لعدم إبلاغه عن أماكن وجوده كما هو مطلوب حسب قواعد الكشف عن المنشطات. كما أوضحت المحكمة أن كريستيان قد انتهك المادة الرابعة من لوائح مكافحة المنشطات، مشيرة أن درجة إهماله كانت أقل خطورة مما تم البناء عليه في البداية. كولمان عبر عن خيبة أمله بعد قرار المحكمة الذي حرمه من الظهور في الدورة الأولمبية، مؤكدا أنه سيركز على بطولة العالم. وإلى عالم الكرة الصفراء، وصل إليتشي كريستيان والروسي أندري روبليف والإيطالي فابينيو فونيني إلى دور الثمن النهائي لبطولة مونتي كارلو للتنس ذات 1000 نقطة بانتصارات سريعة وضعتهم في المرحلة الحاسمة من البطولة. وفاز جارين على الأسترالي جون بواقع 6-1-6-4 في مباراة دامت أكثر من ساعة ونصف، في حين تغلب روبليف على الإيطالي سالفاتور بنتيجة 6-3-6-2 الذي سيواجه الفائز بالمباراة التي ستجمع بين الإسباني روبرتو باوتيتسا والأمريكي تومي بول. وإلى الألعاب الأولمبية، قامت رئيسة أولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو بطمأنة العالم حيال الأولمبياد الصيفي، مؤكدة أنها ستكون في الموعد المحدد ولن يتم إلغاؤها على الرغم من ارتفاع حالة كوفيد-19 في البلاد. من جهة أخرى أكدت أن بلادها ستطبق بروتوكولا صحيا من أجل ضمان سلامة المشاركين في الأولمبياد، وأن منع الجماهير الأجنبية من الحضور سيخفف من انتشار العدوى وسيضمن سير الأولمبياد بشكل آمن. الختام مشاهدينا، حيث قررت وزارة الشباب والرياضة تحديد شروط وكيفية تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيرة من طرف الوزير المكلف بالرياضة والأسلاك الأخرى والإدارة العمومية. بهذا مشاهدينا نختم الموعد الرياضي لنهار اليوم، أخرجه لكم رضوان حاج حمد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي هذه الأمسية، صحفتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.